أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في لقاء جديد من برنامج فتاوى مباشرة، وبرفقتنا شيخنا الجليل الشيخ محمد أحمد حسن. مرحبا بك شيخ. بارك الله فيك، أهلا وسهلا، مرحب بالمشاهدين. برحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وتعلمون أن هذا هو اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، ونحاول أن نجدد أيضا النوايا الطيبة والمعاملات الحسنة مع كل من نلتقي بهم خلال هذا الشهر العظيم، وتكون هذه يعني بوابة لفتح الخيرات إن شاء الله. بالأمس الشيخ محمد أحمد حسن تحدثنا مع مشاهدينا وركزنا بالحديث في شرح الآيات الكريمة، آيات الصوم. اليوم نستصحب معنا أيضا الأحاديث النبوية الشريفة التي تعظم هذا الشهر الكريم. نعم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الحديث الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف. نعم. الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. رواه مسلم. هذا الحديث النص الأول حديث نبوي، النص الثاني حديث قدسي. الحديث النبوي وقوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها. المقصود بابن آدم هنا ابن آدم المؤمن، لابن آدم المؤمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقضاء والقدر إيمانا راسخا خالي من أدنى شك. بعد كده أي عمل صالح يعمل بنية خالصة لله، ربنا يديه الحد الأدنى الحسنة بعشر حسنات، وقد تزيد لبعض الناس تبقى 100 200 300 وأكثر، والله يضاعف لمن يشاء. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أهل القاعدة دي في جميع الأعمال الصالحة ما عدا الصيام. أهل الصيام جاء الحديث القدسي يحدد لنا قاعدة الصيام. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يبقى الصوم خرج من قاعدة الحسن بعشر أمثالها، تنطبق عليه قاعدة شنو؟ علم عند الله. ولذلك العلماء قالوا: لا يعلم مقدار ثواب الصيام، ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله. إلا الصوم فإنه لي، وربنا أضاف الصوم لنفسه إضافة تشريف وتكريم للصائمين، وأضاف الصوم لنفسه قالوا: لأن الصوم عبادة خالصة لله ما بيدخلها الرياء. ممكن العبادات التانية يدخلها الرياء، لكن الصوم سر بين العبد وربه، لأنه الزول الداري يصوم للناس رياء، يأكل يقول للناس أنا صايم خلاص صدقوا انتهى الموضوع. لكن الزول ده ما دام صايم حقيقة يكون صايم لله. ولذلك لا يعلم مقدار ثواب الصيام إلا الله. نعم. شيخنا نأخذ أول مكالمة. ألو، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا صلاح عبد الرحمن من السعودية. معك صلاح عبد الرحمن السعودية. تفضل يا صلاح. الله يحييك. تفضل. أنا صرحت آخر علي 13 يوم من الشهر اللي فات، كنت تعبان ولا مسافر من السعودية في إجازة. من رمضان الفات؟ رمضان الفات. وما ذكرتني إلا قبل. قبل رمضان هذا بأسبوع ما يمديني زبون، وأنا الحين داقم من السعودية وما عارف القضاء كيف الله كفارة. نعم. شكرا أخ صلاح. يبقى على الأخ صلاح إن عليك لأنك نسيت، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ما دام نسيته إلا فاضل لرمضان أسبوع وتذكرته، يبقى أسع تصوم رمضان، لأنه ربنا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أسع تصوم رمضان الحالي. بعد العيد بثلاثة أربع يوم تنجم من تعب الصيام، تجيب لك كراس تكتب فوق وتقول: أنا علي كذا أيام من صيام رمضان للسنة الفاتت تقضي، وما عليك طعام ولا عليك كفارة، بس تقضي بس، لأنه سبب التأخير شنو؟ لأنك نسيت. هاي. نعم. يعني زي صلاح ده، الستوت في ناس بيسموا الستوت ويكون عليهم أصلا فرض.
أيضا طبعا الذل أول شيء يقضي الفرض عليه زي أخواتنا النساء فطر 6 يوم في شهر رمضان بسبب الدورة الشهرية، بعدين يقدر تصوم الستوت والقضاء بنية واحدة. لا، تصوم الفرض أولا تكفل الشرمة بتاعة رمضان اللي اتفتحت دي، بعد ذاك تصوم الستوت، وإذا الوقت ضايق ممكن تصوم الستوت أولا بعد ذاك القضاء، لأن العلماء قالوا من فطر في رمضان بعذر الفرض يكون على التراخي على شرط تصومه قبل ما يدخل عليك رمضان الجاي. نعم. اللي إذا كان الزور نسى زي أخونا ما عليه وش. نعم، نأخذ صديق من رفاعة. مرحبا صديق. ألو الو صديق معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. الو مرحب. الو مرحب، اهلا يا صديق. تفضل. معك صديق من رفاعة. نعم. الو مرحب. الو صديق، سامعينك سامعينك. قول. بنزل بزعل من السؤال بتاع يعني في الناس اللي بتتكلم بالليل في الخدمه التحريبه ومبادر. نعم. يتونسوا يعني. وطبعا الناس الخدمات بالليل مجانا. السؤال يعني الزول يكون صايم ويكون نايم اليوم كله ويكون وازن المنبه لاوقات الصلاه. كويس. الخدمه شيء بتكون بالاتصالات بالليل مجانا والناس بيقضوا وقت طويل جدا في الكلام. نعم. اي هو يقصد كذا يعني. نعم نعم. طبعا اذا كان الكلام ده كلام فيه فائده، الرسول عليه الصلاه والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى اذا كان الكلام ده طبعا مجان، لانه ريبه عملت الكلام ده مجان، نحن ما علينا شيء، لكن وين في الكلام نحن نتكلم عن زورنا ده بالتلفون. اذا كلام فيه فائده ما في مانع، لكن كلام ونسي وكلام قطيعه فوق الناس وكلام كده ما له معنى يبقى ما كويس. لأنه هنا ده الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. يبقى لذلك العلماء قالوا قبل ما تتكلم فكر في كلامك ده، إذا فيه خير منفع دنيوية أخروية تكلم، ما فيه أسكت. نعم. وبعد كثرت الكلام بتجر للوقوع في الحرام. نعم. نأخذ أيضا معنا علي أحمد. مرحب. هلا. عليكم السلام. هلا. مرحبا. اتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا تمام. انا ملاحظ انه كثير من المشاهدين الان بيستمعوا عن طريق التلفزيون، يا ريت الواحد لما يتحدث معنا يقفل التلفزيون او يوطي الصوت شويه عشان نقدر نستفيد من الزمن. معك. يقول قول قول شو عليك يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. يا علي معاك نحن الهوا. يعني بسال الطراش رمضان يفضل؟ كويس. شكرا جزيلا. الطراش في رمضان نوعين، نوع زول تقل في السحور وبعدين بطنه الضايق الضايق دخل اصبعه في خشمه وطرش. يبقى ده صيامه بطل، يمصمص خشمه ويواصل يمسك له حرمة الشهر لا ياكل لا يشرب. ده يجي بعد العيد يقضي اليوم لانه صيامه بطل لانه تعمد الطراش. الزول الثاني لا تقل في السحور فعلا بعدين بطنه جالت لكن ما دخل اصبعه في حلقه ولا تعمد الطراش لكن بطنه جالت قام طرش. يبقى ده يمصمص خشمه ويتفن مرتين ثلاثة يطرد باقي الموية دخلت في خشمه حقة المضمضة ويواصل صيامه، صيامه صحيح لا عليه قضاء ولا عليه إعادة كما ورد في الحديث الصحيح. نعم. نشوف أيضا نصر الدين من السعودية. مرحبا نصر الدين. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. الشيخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد الإنسان لو عليه النذر. نذر. أيوة عليه النذر إنه يصوم مثلا 3 يوم. نعم. 3 يوم دي ولا لازم يصوم كلها كاملة؟ أيوة. نعم. كويس. في الحالة دي ما حسب النذر بتاعه، لو نذر قال اللهم لو حققت لي الشيء الفلاني أنا أصوم 3 يوم وسكت عليك دي. نعم. ما حدد مجتمعاته ومفرقاته بالخيار. لكن لو حدد قال أصوم 3 يوم وراء بعض يبقى يصوم مع بعض. أي ما حدد يبقى هو بالخيار. نعم. بس عليه يصوم 3 يوم. نعم. لو تحدثنا شيخنا عن النية، أنت تحدثت قبل في البداية عن النية إنه الأعمال بالنيات، وشهر رمضان النية اللي هو بتكون كل ليلة الواحد ينوي. أيوة. إنه يصوم يوم بكرة. كويس. بعض العلماء قالوا نية واحدة، طبعا النية ركن من أركان الصيام، الصيام عنده ركنين أساسيين النية. نعم. والإمساك من المفترض. نعم. والنية في أول يوم
يعني لابد منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له. أول ما قالوا ثبت شرعا بكرة أول يوم في رمضان الزول ينوي النية، اللهم إني نويت أصوم شهر رمضان كله إيمانا واحتسابا، اللهم يسره لي وفقني، نويت صيام غد، يدعم النية بالفعل بالقول، والنية محلها القلب. بعض العلماء قالوا النية دي تكفيك شهر رمضان كله إلا إذا فطرت بعذر وجيت تستأنف النية، أما تكفيك الشهر كله. بعض العلماء قالوا جديده كل ليلة، والنية محلها القلب. أنت مشيت السحر دينية، السحرت ورقدت جيت ما دارت السحر، جيت تشرب موي بنية السحور برضو نية، وهكذا. نعم، معنا أيضا الزبير علي. مرحبا الزبير. رمضان كريم، كيف حالكم؟ الله أكرم. والله أنا نزعل طبعا الوالدة، الأطفال طبعا في رمضان ده بدور الصمر شوية كده، وتدخل بناتنا مشاركة، واللون بتكون مرضى الزايم، وبتكون شوية كده حبة تعب كده، بتوفز لها كلمات إنه كلام يعني مثلا بيدعي الأطفال، وبتقول لهم المفروض الواحد بشكل زي ده يكون شوية كده إنه يتلقى حرمة هذا الشهر، صح ولا؟ أي صحيح. أنا دور نحن توجيع على الموضوع ده إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا جزيلا جابر. الحقيقة عن جابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة فيستجاب لكم، رواه مسلم. يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ما ندعي رقبتنا ولا ندعي أولادنا ولا ندعي إيمان. ليه؟ لأنه قد تكون في ساعة استجابة الدعوة وربنا يستجيب. نصيحة لإخواتنا الأمهات، ما تدعي أطفالك، يعني ما حتى أنت لما تدعي طفلك معناته حيطلع يدعي زيك، لا، أنت بقدر الإمكان تحكم في أعصابك، وإذا فلتت منك دعيتيه استغفر طوالي، يوجد في الحالة دي محيط المعصية دي، ولكن بقدر الإمكان، لأنه هنا ده الطفل الصغير ده بيتأثر بكلام أمه وكلام أبوه، أي يبقى دعها بيدعي يقلد أمه في الدعاء، عشان كده بقدر الإمكان ما ندعي، وإذا فلتت مننا باب التوبة مفتوح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. طيب معنا أيضا علي من السعودية. مرحب علي. مرحبا. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا. رمضان كريم. الله أكرم. الحمد لله بخير. مرحبا بك، تفضل. أنا بسأل بالنسبة ل يعني الفطرة، هل ممكن يدفعها من هنا إلى السودان هنا؟ الفطر. تذكر في فطرة زكاة الفطرة ولا الفدية؟ تقصد يا أخي؟ الفرق بيناتهم شنو يا شيخنا بالمناسبة؟ في الفدية اللي بيطلع الزول ما بيقدر يصوم، وفي زكاة الفطر اللي طلع للصغار والكبار، ما عارف هو يقصد يا أتا. على كل حال ما دام الخط قطع نحن نجاوب على السؤال. طبعا الفدية والفدية لزكاة الفطرة العلماء قالوا تصرف في نفس الأيام اللي قضيت فيها آخر رمضان. زول سافر من السودان هنا ماشي يقضي يعمل عمرة في المملكة العربية السعودية في الأراضي المقدسة، يطلع زكاة الفطرة هناك. جاء من هناك يقضي العيد مع أولاده هنا، صام يومين بس وجاء العيد يطلعها هنا، ده تطلعها في اللي آخر أيام صمت فيها رمضان، دي زكاة الفطرة. ما نقول اللي بلد تاني إلا لأمر ضروري جدا. أما الفدية بتاعت إنه كبير السن اللي أفتنا فيه وأمس اللي عنده سكر واللي عنده كلى وكبير السن ما بيقدر يصوم، ده يطلع الفدية الفدية اللي هي إطعام مسكين قصاد كل يوم من رمضان. رمضان طلعت 29 يوم نطعم 29 مسكين، طلعت 30 نطعم 30 مسكين. أما زكاة ودي نطعم 30 مسكين بالضبط، ما ننقصه. أما زكاة الفطر حقت العشرة ناس ممكن تدانا فروعة. نعم، معنا أيضا شاهيناز. مرحبا شاهيناز. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ مرحبا. عندي سؤالين. مرحبا، تفضلي. السؤال الأول بسأل أنا أستاذة. هل عقاب الطلاب فيه حاجة في رمضان؟ نعم، عقاب الطلاب. السؤال الثاني، أنا بتحنن وزوجي ما داير الحنة، رايتين شنو؟ وبلبس شرابات. نعم، كويس. شكرا شاهيناس.
طبعا هذا يعني تضرب الأطفال التلاميذ لو غلطوا. طبعا أنت مؤدبة يعني أستاذة بتأدبي بتربي. لو طفل عمل غلط تدق لها كين بيدق غير مبرح يعني بيدق تادي يفتحوا إيدك يا ولد تل بالبسطونة تدي في دوعك تاني تتأخر أو عك تاني تشاكل أو عك كده أفتح إيدك تاني تل تدي ضربة تأدب بغرض التأديب. لكن الضرب بالشلوت وبالكف وبالبنية ده الممنوع نعم. أو بآلة قوية بحديد في كل الأوقات يعني ما شرط في رمضان أي كل حتى هنا. ونجتنب الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا في التأديب نتجنب الوش لأنه الوش ده ربنا كرمه دار تأذب دول ما تضربه في وشه في إيده أفتح إيدك يا ولد لكن ما تدي كف في وشه لأنه الوش مكرم تدي إيدك ضربة التأديب إيده تاني تدي ضربة تاني ما بيعمل كده يبقى جائز عليك في رمضان يجوز لك تضرب التلاميذ للتأديب بغرض التأديب وعندك ثواب في الضرب ده وفي التأديب ده لأنه نيتك التأديب عندها جزء تاني من السؤال قالت هي بتتحنن وزوجها رافض المسألة دي هي طبعا حاجة غريبة الزوج طبعا دائما زوجته يحب انها تتحنن تسمح ليه وما دايرة تتحنن ليه ما عارف على كل حال ما دام قال لك ما تتحنني خلاص خليها طيب لطاعة الزوج في المباحات جائز لكن نرجو الزوج انه يقول يا اخي ما تخليها تسمح ليك وهي قالت انها بتلبس شرابات معناته الحنة بتاعتها دي ما بتطلع بها في الشارع تطلع في الشارع لبس شرابات ما يمنعها كان يعني لكن الموضوع ده طبعا حاجة خاصة بينك وبين زوجك تفهمي معنا نعم ان شاء الله معنا ايضا اخذنا فدوى مرحبا فدوى السلام عليكم عليكم السلام مرحبا الله اكرم بالسكر طبعا في الناس السكري عندي والدي عنده سكري ومصير انه يصوم نعم وجيت تعب امبارح شديد تعب من اليوم الاول ايوه نعم. وبرضه مصير انه يصوم سامح هسه اذا ابوك ده سامعنا اي سامعنا خلاص انا بكلم نعم نقول يا أخونا يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ربنا اداك رخصة يا أخي وكل العلماء والدكاتر بيقول الزول اللي عنده سكر من النوع التقيل وبيتحب ويفطر أنت ما تضر نفسك يا أخي وبعدين كنت لو أصريت على الصيام وحصل لك ضرر من إصرارك على الصيام يا ربنا حيحاسبك ليه لأنك رفضت تأخذ الرخصة بتاعك هدية ربنا اداك يا تاباه مالك يبقى نصيحة لك يا أخي من الليلة دي أفطر وخلي ولادك يطلعوا لك الفدية أولادك قالوا ما عندهم عفى الله عنك الإمام مالك قال زول ما عنده عفى الله عنه لا على الصيام لا علي إطعام إذا بتقدر تطعم يطعموا ليك ما بتقدر عفى الله عنه أنت ساعة كنت شاب قوي مفتل العضلات مش كنت كل سنة بتصوم رمضان خلاص نعم أسع ربنا يديك نفس الثواب كأنك صمتها والكلام ده أنا ما جايبه من عندي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري يبقى أي زول كان سعد شاب قوي رجل امرأة كان بيصوم رمضان كل سنة وجاء المرض منع من الصيام سكري كلى كبر السن يوقف الصيام ربنا يدي كل سنة ثواب الصيام أي بنص الحديث في صحيح البخاري قريت لكم ده أكرر نصيحتي لأخوي أي أفطر وخلي ولادك يطعموا ليك ما تصير على الصيام وانت عندك سكري وبنتك قالت انك مسكت تعبتك معنا أيضا هيثم مرحبا هيثم ألو مش ألو 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 مرحبا عليكم السلام السلام عليكم مرحبا عليكم السلام الله يعافيك بس هذا المولانا أنا عندي زوجتي في الشهر السابع نعم فهي في الشهر السابع بعدين على حبوب كده بتبلع دائما بعد الفطور فيتامينات نعم بعد الغداء نعم فبس المولانا تكون في فيديو ولا طعام مسكين ولا نعم نعم يعني الدكتور طبعا ما افتانا اي كويس طبعا رأي جمهور العلماء على ان الحامل والمرضع خافت على جناها خافت على نفسها تفطر طوالي تاكل وتشرب بعدك بعد ما تلد بالسلامة وترضع جناها وجناها خلاص اخذ كفايته من اللبن عمره بقى 10 شهور بقى ياكل الرغيف وما محتاج لي لبن اللبن بقى كماليات ساكت يبقى تجيب لها كراس تكتفيه بسم الله الرحمن الرحيم علي صيام شهر كامل من رمضان السنة اللي فاتت ناصمت وكنت حامل
الجو بارد تصوم 3 يوم في الأسبوع وتكتب، الجو سخن تصوم يومين وتكتب، الجو سخن حار شديد تصوم يوم واحد وتكتب، لغاية ما تجمع طلعت الجملة 30 يوم خلاص سدد الدين العليا. بعض العلماء قالوا مع الصيام تطعم، وبعضهم قالوا تصوم بس، ممكن تأخذ بأي رأي. كلهم قالوا تصوم، لكن الصيام مع الإطعام في خلاف بين العلماء، فريق منهم قالوا تصوم وتطعم، فريق منهم قالوا تصوم بس تقضي بس. يبقى زوجتك دخل لا تفطر بعد ما تلد بالسلام، بعد ذاك تقضي عليه يا مهلتها. نعم. طيب شيخنا، احنا في بعض الأسئلة اللي بنطرحها، مثلا زي الناس بيعمل في أعمال شاقة، مثلا رجال المطافي بيحاولوا ينقذوا بعض الناس، ناس يشتغلوا في الحفريات. وجو في السودان طبعا جو ساخن جدا. المسألة دي برضو تحتاج لتفسير أكثر. فعلا العلماء قالوا زول الشغال الأشغال الشاقة زي الفران، اللحام، زي ناس المطافي زي ما ذكرتها، أي أعمال شاقة والصيام يشق عليهم مشقة شديدة جدا. وبعدين احنا نقول ليه العلماء قال ياخذ اجازه في رمضان يصوم رمضان؟ قال اخوان انا معاشي باليومية وعندي ولادات، لو توقفت من الشغل ولادتي ما في شيء مصاريف اليوم، يبقى خلاص نقول له اشتغل وافطر، لكن عاد الصيام وراك لما يجي الشتاء والجو بارد والنهار قصير قضي في الشتاء. وحتى ولما قدرت تقضي يوميا قضي بالأقساط، زي ذول اللي وصفنا له. تجيب لك الراس تقول أنا السنة اللي فاتت ما صمت لأنه كنت فران وحمل فرن حار علي فطرته، خلاص تقضي في الشتاء الجو بارد، الناس بيجي يدخل الفرن يدفوا في الشتاء، صوم وأكتب لغاية ما سد دين العلي. بس ما عليه ولا طعم. معنا منال. منال ألو مرحب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب إن شاء الله. أيوة، عندي سؤال يا مولانا. تفضلي. عندي قضى بتاع سنتين، ويعني نسبه الظروفية يعني الصحية ما قدرت أقضيه، فعايز أعرف يعني مولانا يعني سمع كده السبب الخلاق ما صمتي مرض يعني ولا سنة الفاز سنة يعني قبل بنسبة الظروفية الصحية بس ما قدرت يعني ما سبب ولادي ونفاسي، ما سبب ولادي ورضاعي. نعم يعني ما كنت لا مرضع ولا عشان داري نفصل بين بس كان في مرض عادي يعني ونسبة الظروف الصحية بس خلاص نعم نعم خلاص جزاك الله خير منال. طبعا نحن سألنا سؤال دليل لأن دارين نفرز بين اللي تفطر بسبب الحمل والرضاعي وبسبب المرض. يبقى نقول له أختنا انت فطرتي سنتين بسبب كنت مريضة، هسا اذا كان ربنا شفاكي من مرضك داك وتقدري تصومي يبقى صومي رمضان الحالي ده، بعدينك بعد العيد تجيبي لك كراس تقولين علي دين صيام سنتين ما صمت لانه كنت مريض مرض مؤقت والحمد لله سع ربنا شفاني، تقوم تقضي بالأقساط زي ما ذكرنا في الأسبوع تصوم 3 يوم يومين لقد ما سدينا عليها، لا عليها إطعام ولا عليها شي بس تقضي وبس. ده في حالة إن بقت نصيحي كت. لكن إذا كان يقول لي أختنا ما زلت تعاني من المرض ذكرت داك وما بتقدر تصوم وهسع ماك صايم لأنه ما زلت مريضة، يبقى تنتقلي للإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تطعمي عن السنتين الفاتوا 60 مسكين قفلت خانة رمضانين وتطعم عنده، وربنا سبحانه وتعالى يقبل منك ما دام كنت زمان ساعة نصيحي كنت بتصومي والمرض منعك، ربنا يديك نفس الثواب بتاع الصيام إن شاء الله. معنا خالد. مرحب خالد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. مرحب تفضل. بدأ الشيخ يعني من عندنا أخوان الكبار كذا أخوان الكبار نعم يعني ما قاعد يجونا هنا في رمضان انا مشي لهم ولا راي الشيخ شو يعني زياره في رمضان متقاطعين يعني هلو متقاطعين كذا طيب الخط قطع بعدين ثاني يعني عندنا خلنا كده كان في مشكله حصلت ايوه كويس نعم طيب نقول لاخونا الحي قالوا اخوان متقاطعين هم كده طبعا اخواننا قطيعه الرحم حرام ومن الذنوب الكبائر وربنا امرنا بصله الرحم قال تعالى وآتي ذا القربى حقه وفي الآية الثانية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والرسول حذرنا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ومسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم
هي أخواننا الحق نفسكم. قاطع الرحم ده لو مات ومقاطع الأرحام ما حيدخل الجنة مع الفوج الأول. لابد يدخل جهنم يأخذ جزاء فيها بعدك يطلع بالتوحيد. رمضان ذاته شهر الرحمة. وشهر رمضان رحمة. النصيحة لأخونا السائل، أنت قلت أخوانك زعلاني من زعلاني مع بعض، ما تمشي طوالي، اختل لك ثلاثة تنفار من أخوالك عمامك الناس الهنائيين، تعالوا أخواننا في سوء تفاهم بيننا بين خاننا وبيننا بين أخواننا، ونحن في شهر كريم مبارك دايرين نكون تبذل مجهود تصالحنا مع بعض، ونحن مستعدين مستعد أمشي معاكم حتى ولهم غلطانين علينا، مستعد عفو منا ونعفو من الدنيا صيام، وما عارفين نفسنا نموت بيتين، ما دايرين نموت احنا مقاطعين الأرحام يا خالي يا عمي، تعالوا بقوا والله واسطة خير، العمام دي لازم يتحركوا. والزول اللي بيقوم بالصلح بين الناس ده ما منزلته عالية وثوابه عظيم. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى إخواننا نرجو أنكم تبذلوا أخوالك عمامك دي يتحركوا ويجوا صالحكم مع بعض. نعم إن شاء الله. طيب مولانا، في الشهر رمضان دائما تكثر الأسفار، والآن الحركة بقت سهلة والطرق مريحة. المسألة بتاعت الإفطار دي، في ناس بيفطروا مثلا حتى لو ماشيين عن طريق الزلات أو عن طريق الطيارة، ما صح ذلك يعني؟ وطبعا العلماء قالوا دي رخصة ربنا ادانا إياها هدية إنك نفطر في السفر، والعلماء قالوا لما يرخص للمسافر مسافة قصر الصلاة اللي هي 88 كيلو يفطر في رمضان، لكن قالوا الصيام في السفر أفضل من الإفطار، وقصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام. بعدين كنا ده على شرط إنه كل العلماء قالوا أنت ما تشرح في السفر إلا بعد ما تأكل، ما تفطر إلا بعد ما تشرح في السفر فعلا. وفي ناس كثير قاعد يخطوا إخواننا، يعني مثلا زول مسافر باكر مثلا الصباح الساعة 7 صباحا والشمس تشرق قبل 7، يقوم يصحي للسحور يقوم ما يسحر، مالك ما بتسحر إنما على السفر تذكرتي في جيبي. ويصحى ويشرب الشاي ويشي الشنيط والشمس فوق حتى نمشي الترحيلات المين البري، وده غلط جدا إخواننا. لا، يبقى أنت تعمدت الإفطار وإنت مقيم، لا، الطريقة الصحيحة تذكرتك في يابك صحوك للسحور السحر، نويت صيام غد إيمانا واحتسابا تصبح صايم، لبست ملابسك تصبح صايم، شلت شنطتك الماشي اللي بيض أي ركبته وانت صايم، والركاب ركبه وانت صايم، أول ما السواق ركب وتدور العربية يا ولد أقفل الباب، طوال انت في الحتة دي أصبحت مسافر، يجوز لك تفطر. لكن معاكد المذاهب الأربعة قال اليوم ده شرحت فيه السفر بعد طلوع الفجر اليوم ده تتمه، وبعدك تاني يوم كان مواصل السفر تفطر. نعم إن شاء الله. مشاهدينا نعود كدي الأربعة قالوا لو فطرت عليه قضاء يوم واحد بس. إن شاء الله سنعود بعد الفاصل في فتاوى. نعود من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى، ومعنا شيخنا الجليل الشيخ محمد أحمد حسن. شيخ محمد أحمد، المسائل كثيرة جدا في فقه الصوم، والناس أيضا في ناس عندهم أعذار بيفطروا، أحيانا الإفطار بيكون بسبب شرعي، وربما تكون في بعض الأحيان إذا كان مرأة أو إذا كان رجل مسافر أو صبي بلغ الحلم وغيره من الأعذار، ربما يكون ينتفي هذا العذر. يعني كيف ممكن أزول يواصل الصيام ولا يمكن يمسك؟ فعلا كله ذكرته دي، زول جاي من سفر كان فاطر، جاي يقول من بورسودان فاطر، وصل الساعة العصر الساعة 4 هنا ده، وكذلك برضو الطفل بلغ في نهار رمضان، الحائط طهرت في نهار رمضان، دي كلهم اختلف العلماء، فريق منهم قالوا يمسكوا لحرمة الشهر، فريق منهم قالوا ما يمسكوا، يبقى في خلاف بين العلماء في الكم مسافر وصل بالنهار،
في الحائط طهرت بالنهار، في الطفل صغير بلق بالنهار. هذا هل يمسك لحرمة الشهر أو ما يمسك؟ اختلف العلماء، فريق منهم قال يمسك، فريق منهم قال ما يمسك يأكله. ممكن تأخذ، وإذا اختلف أهل الحل والعقد تأخذ بأيهما من الرأيين. نعم. معنا الأخت فيحاء. مرحبا فيحاء. ألو فضيلة الشيخ، كيف؟ مرحبا بك. بس على الشيخ، يعني عندي أخوي ده وخالاتي مشاكلين كلهم الأهل مع بعضهم. نعم. مشاكلين مع بعض يعني. أيضا مصالحهم. أيوة. وما دار يصالحوا كلهم يعني. حول ولا قوة إلا بالله. أي. طبعا إخواننا زي ما قلنا مدة شوية أنه صلة الرحم دي فريضة زي الصلاة. ربنا تبارك وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ربنا قرن بر الوالدين وصلة الأرحام بعبادته لبيان حق الوالدين والأرحام العظيم. وفي صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي حديث ثاني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. وجل وعيد الشديد في القرآن، خذوا بالكم من الآية دي، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. يبقى شو الوعيد الشديد في قطع الرحم، والبقطع الرحم معناته حيصاب باللعنة والطرد من رحمة الله. يبقى نصيحة لأختنا، كلمي خوالك أعوامك أعمامك الناس الخيرين. نعم. يجي صالحكم مع بعض. نعم. يبذلوا مجهود يصالحوا، يشوفوا الغلطان منه. نعم. ويصالحون مع بعض، تلقى حطام دنيا فاني. نعم. يشاكلوا فوق الناس. نعم. وزول يموت يخلي اللي شاكل فوقه ده. نعم. وبعدين قطيحة الرحم تدخل نار جهنم. هنا قال لا يدخل الجنة قاطع الرحم. في الدار الآخرة في محلين، فتشنا زول ده ما لقينا في الجنة، نلقى وين؟ في نار جهنم. هاي يبقى معناته قاطع الرحم ما دام ما حيدخل الجنة مع الفوج الأول، معناته حيدخل النار. خيارين لا سلس لهم. حرارته قدر نار الدنيا 70 مرة. نعم. أكرر نصيحتي لإخواتنا، قطيعة الرحم دي أبعد منها. مهما أهلك دي القلطانين عليك كعبيا أمش واصل أدي فريضة الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم. معنا هاتف من السعودية. صديق مرحبا. ألو صديق. ألو. مرحب. ألو. أهلا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخي. بارك الله الشيخ. نعم تفضل. أسمع أفضل. أي قول. الريق لو بريحة الريق يبقى يكون بفطر ولا شيء؟ سامع. بلع الريق يا شيخ. أي بلع الريق. أي كل. أي سامع. نرد عليك، خد بالك ما أسمع كلامنا. نعم. الريق لو حط. أي ما فهمنا سؤالك. نعم. عيب عليك، استمع بعد ده. بلع الريق كل العلماء قالوا بلع الريق ما بيبطل الصيام، حتى ولو يجمع مل الخشم تبلعه. وبعديك الريق ده ما حكمة ربنا، زي زيت المكنة بالنسبة للعربي بيلين الحنجر يخلي زول ينضم. أي زول يبلعه ما في، لكن لما تيجي تتوضى تمضمض المضمضة وتمرق الموي بتاعت المضمض، ما تبلع ريقك طوال لأنه كما لخبت بموية المضمضة. تتفن مرتين ثلاثة بعد ذاك الريق اللي يجيك تبلعه. لكن العلماء قال لو أنت عندك نزلة وقحيت قحن قلب الغم الكبير ذاك تفن ما تبلعه. لو غلبك رجع ما بيبطل الصيام. أي. طيب في هذا المضمون ذاته يا شيخنا، في ناس بيبلعوا أشياء ما مغذية، مثلا زول بلعلوا زرارة. أيوة. أو ما شابه ذلك. أي دي ما فيها ما مغذية دي. ما لها أثر في الصيام. لكن لو بلع له حبة رز حبة قمح. دي ما مغذية. يبقى تبطل الصيام. لو بلع حتى بالخطأ. بالخطأ لا، في الخطأ هنا طبعا اختلف العلماء، فمن أفطر بالخطأ. فريق منهم قالوا يقضي، فريق منهم قالوا ما يقضي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع أمتي الخطأ والنسيان. أما الناس كل العلماء على إنه ما عليه قضاء. لكن البلع له حباية رز، حباية قمح. طبعا دي مغذية. لا عليه قضاء مثلا. عليه قضاء ما خطر. أي معنا أمال. مرحبا أمال. ألو. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نكلم شيخنا. تفضل يا أمال.
يا شيخنا. اهلا وسهلا. عندنا جارتنا كده والراجل قال عندنا جارتنا كده والراجل قال لي ما تصل البيت يعني الا بمناسبه. ما تمشي وين؟ ما تصل لجارتها الا بمناسبه. ايوه ايوه الراجل مانع كويس. طبعا الجار منع زوجته ما تمشي الجيران. وطبعا الجيران دي الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالجار. قال عليه افضل الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وبعدين خداه وزي عندنا في المثل السوداني يقول لك جارك القريب ولا ود امك البعيد. وانت يا اخي لما تمنع زوجتك دي من الدخول على الجيران انت ما قاعد معاه في البيت انت في الشغل. فرضنا جاءت حصل لها حاجه حريقه في البيت نط عليها حرام وكوركت يلحق من غير الجيران. اذا كان انت امرت تقاطع الجيران حيث كورك والجيران ولا يجيبوا خبر. اي لا زول ما بيستغنى عن جيرانه اصلا. يبقى ننصح اخونا ما تحرم زوجتك من زيارة جيرانها بالتي هي أحسن. وبس كمان إذا هنا ما تكتر الزيارة طوالي يعني باللي في المناسبات العلاقة لابد علاقة الجيرات مع بعض إن تكون علاقة ودية وسمحة. وذات الحرامية لما يشوفوا الجيران مع بعض متماسكين متعاونين ما يفكر يجي نط على حيطتي زوج. نعم يعني. معنا محمد أحمد مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ مرحبا تفضل. الحقيقة زي الشيخنا عندي زوجتي أولوة في رمضان فتحت الثلاجة وشربت الموية وبعد ما شربت تذكرت فهل عليها شيء وتقضي كيف؟ أيوة. نعم شربت ناسية. أي ناسية. طبعا هنا الحديث واضح الرسول جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى حديث واضح. وفي حديث ثاني من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يبقى ما عليها لا قضاء ولا كفارة. رزق ما ربنا ساق لها. نعم. معنا ثاني إبراهيم من السعودية. مرحبا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير أستاذ محمد نور. مرحبا بك. مساء الخير عليكم على الشيخ وكل سنة طيبين. جميعا طيب إن شاء الله. الشيخ الله يعني ما شاء الله. جميعا إن شاء الله. الله يبارك. والله بس أنا بسأل يعني أنا بصوم الاثنين والخميس دائما. في واحد قبل كان بغالي سيني قلت لك أما يوم الاثنين كان رمضان أنا برضو بصوم. قال لي حرام عليك يعني أنا هنا سعودي في المسجد. قال وزير الشيخ الموضوع ده. أيوة. وبعدين سؤال ثاني عندنا اخونا امبارح كان كذا مسكناه عشان يفطر معانا فرفض واللزان كان قريب. فعندنا اخو قام اداه التمر يعني في البيت فهو نسى وما اكل من التمر ده لكن لفظه يعني قبل ما يصد لفظه. هذا برضو عليه وش يعني. جزاك الله خير. كويس. طبعا انت تصوم الاثنين والخميس. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصوم الاثنين والخميس اجر عظيم. والاعمال الصالحه كما ورد في الحديث ترفع يوم الاثنين يوم الخميس. ابواب الجنه تفتح يوم الاثنين والخميس. اجر عظيم ان شاء الله. بعدك انت زعلت من زول ده قلت له كان حتى طلع الاثنين ما رمضان بصومه. يعني إذا طلع رمضان الثلاثة أنت بتصوم الاثنين يعني مثلا معنا كلامك. هي طبعا الحتة دي فيها خط شوية الدائرة منك شوية استغفار. لأنه ممنوع نحن نقرن صيام التطوع بصيام رمضان. لو يعني كنت بتصوم كان تقول يعني كنا متوقعين الصيام يكون الأحد. أنت الجمعة والسبت ما تصوم عشان ما تقرن صيام التطوع برمضان. كلامك ما فيه شيء بس استغفار بسيط لأنك كنت مصير تقر رمضان بصيام تطوع. ده ممنوع. لكن صيامك الاثنين والخميس أجرك عظيم واصل فيه بعد رمضان إن شاء الله. نعم. طيب معنا أيضا عمر. مرحب عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. حيكم حي شيخنا الكريم محمد أحمد حسن. بارك الله فيك. حقيقة بزعل مولانا بالنسبة للفترة الزمنية للسحور كم دقيقة تقريبا يعني قبل الأذان. هو انت تتغيد تحرص كل الحرص انك تلقى لك امساكيه بتاع شهر رمضان. الامساكيه دي اذا انت في العاصمه هنا ولايه الخرطوم توريك الشمس تدخل الساعه كم والدقيقه كم والفجر يطلع الساعه كم. بالامساكيه دي اذا ما سمعت الاذان تتغيد بالامساكيه وساعتك تكون مظبوطه خلاص تكفيك. طبعا هنا ده الفجر قول مثلا بيطلع نفرض انه قال الفجر بيطلع الساعه 25 دقيقه مثلا. الفجر يطلع 25 دقيقة المؤذن 25 دقيقة كك أو 20 دقيقة كك. إذا كان الفجر يطلع 20 دقيقة يأذن طوالي. أنت في الحالة دي إذا كان الفجر في النتيجة بيطلع الساعة 25 دقيقة
انت بقى خمسة وربع توقف الأكل. يكون في خمسة دقائق احتياطي، قد تكون ساعتك متأخرة، قد يكون اللزان يتأخر عاد كده، بس انت بين خمسة دقائق. وسنان في قانون الحركة يقول لك ما تلصق عربيتك في العربية التانية، خلي مساحة، خلي فارقة خمسة أمتار عشان لو قرص فرملة انت تعمل حسابك، مش كذلك؟ نعم. كذلك في الصيام ما تقرون تلصق ضلوع الفجر مع الأكل، اعمل لك فرقة شوية تعد خمسة دقائق. نعم. طيب شيخنا، يعني في رمضان ده قبل تحدثت عن مسألة الغيبة والنميمة، ودي بتكتر كثير جدا في نهار رمضان. أيوة. هل بتفسد الصوم ولا أصلا مكروهة؟ هي مش مكروه، هي حرام. نعم. وحرمتها في رمضان شدة. والغيبة والنميمة من ذنوب الكبائر. وبعدك ما بتبطل الصيام. يعني فرضنا وحدات نجالة ونسوان قاعد يتكلم وقطعوا فوق زوج، هي حرام شرعا لكن لا تفسد، لا تبطل الصيام. لكن تنقص الأجر. ما هي النداء معناته الزول لما يصوم صايم الركنين الإمساك بالنية يبقى أدى الفرض، لكن لو مسك نفسه من المحرمات الثواب يزيد، يزيد زي الرسم البيان يزيد. وإذا كتل المعاصي الثواب يقل يقل يقل, يقل. كلما ازداد في الطاعات في رمضان الثواب يزيد، كلما نقص الطاعات وارتكب المحرمات الثواب يقل. لكن أصل الصيام اللي هو الركنين، النية من والإمساك من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس، ديل أدى الركنين، أدى الصيام الصحيح من ناحية فقهية. لكن احنا ما دايرين بس ناخذ نأدي الفرض بس، دايرين ناخذ الامتياز العظيم في الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث إنه إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفس ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يعني زي يقول الزول شكله وانت صائم يكون حذر، قول إني صائم معناته يا زول أنا ملتزم بآداب الصيام وأحكام الصيام، ما منزل لمستوى الهرج أهرج معاك ودعيك زي ما بتدعين وتنبزك ما تنبزني. أنا ملتزم بآداب الصيام وبس. بالنسبة للنية الطيبة، يعني يذكر الغزالي أنه الصوم على ثلاثة أنواع. أيوة. يعني صوم العوام. أيوة. صوم الخصوص. أيوة. صوم خصوص الخصوص. أيوة صحيح. يعني يا ريت لو وقفنا في هذه المسألة حتى انه نجعل من هذا الصوم قيمة. أيوة صحيح. كبيرة. أي الإمام الغزالي طبعا من عنده كتاب اسمه أحياء علوم الدين، يعني قسم الصيام لثلاثة أنواع، قال صوم صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. صوم العوام اللي هو زول يصوم من الأكل والشراب الركنين، يصوم من الأكل والشراب لكن لسانه ويدينه شغالات في المعاصي، ده صوم العوام. يعني درجته أقل. النوع الثاني صوم الخواص. الخواص صوم الخواص بجانب الامساك من الأكل والشراب كمان يمسك جوارح من المحرمات. شيخنا ناخذ التليفون ده مستعجل شوية. حسن معنا. حسن مرحب. ألو ألو حسن، طلع برا الخط. نرجع للتفصيل. نرجع. النوع الثاني صوم الخواص اللي هو انه يجيب الركنين بتاع الامساك من المفترات زايد انه يمسك جوارح من المحرمات ويؤدي الفرائض، ده صوم الخواص ثواب عظيم. النوع الثاني الصوام صوم خواص الخواص اللي هو يمسك الركنين ويمسك جوارح من المحرمات والمكروهات ويؤدي الفرائض والمندوبات، ويكون قلبه مشغول بمراقبة الله، يحس في حركاته وسكناته بأن الله رقيب عليه. هذه درجة عالية اسمها درجة الإحسان، وهي أعلى مقامة الأصفياء. والإحسان النزول بجانب صايم قلبه ده حاسس بمراقبة ربه في حركاته وسكناته، وإنه ربنا ما بيغفل مراقبة جزء من رمشة العين. اللسان شغال في ذكر الله، والقلب شغال في التفكر عجائب في عجائب صنع الله. يبقى دي درجة عالية. عايز يقول قدير مسامح. نعم إن شاء الله. معنا إلهام من كوستي. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بسأل الشيخ محمد. مرحب. ألو. أيوة معك. تفضلي. قولي سامعين. ألو. أي سامعين. يا إلهام. بسأل، أنا عندي حصائف الكلى ومنعني من الصيام. أي. ويعني ما عارفة أنا أقبل كيف. ولا أعمل شنو ما عارفة. كويس. طيب لا 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 المرض بتاعك ده مؤقت ولا مزمن؟
ما مؤقت والله مزمن المنعوك من الصيام. السبب منعك من الصيام عذر مزمن حصاوي في الكلى. حصاوي حصاوي في الكلى. طبعا بشرب مويه كثيره شديد. ايوه كلام سمع. يبقى نقول لاختنا قالت عندها حصوه في الكلى والدكتور امر منها تشرب مويه كثيره عشان تغسل الكلى. يبقى ما تصوم خالص تا 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 بعدين بعد ما رمضان يفوت وشهرين ثلاثة أربعة شهور ربنا شفاها من الحصوة دي والدكتور قال له خلاص الحمد لله أنت شفيتي تمام تقدري تصومي. يبقى بعد ذاك تقوم تقضي رمضان الفادة بالأقصار. أما إذا كان الحكاية مستمرة والدكتور قال له لا ما في طريقة ليك طريقة الصيام أنت عندك مبادئ كلى والصيام حتى ولو في المستقبل بيأثر معاكي ما تصومي. يبقى تسمع كلام الدكتور تطعم على رمضان ده ورمضانات الجاي تطعم برضه لأنها أصبحت من أصحاب العذار المزمنة. نعم أي. يعني نعم معنا أيضا أخ مكاوي مرحب. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. بسأل عن أي ألف. مرحب تفضل. بسأل عن أي قول معاك سامعينك. السواك المسواك. اسال يا مكاوي تفضل. بسال عن المسواك. المسواك كويس. مسواك في رمضان السواك ولا المسواك؟ ايوه طبعا المسواك الاسم اللي بيستقبله. هنا طبعا السواك بعض العلماء قالوا مستحب نهار رمضان كله. بعضهم قالوا يكره بعد الزوال. بعد الزوال. وسبب الكراهه قال انه يغير رائحه الخلوف اللي هي اطيب عند الله من ريح المسك. وهنا ده السواق طبعا اسم للشيء اللي بنسوق به. نعم. الفرشة تعتبر مسواق. العود بتاع الأراك العرق جريدة نخل أي حاجة تسوق بها تعتبر مسواق. لكن النصيحة لإخواننا السواق بالمعيون بتاع السنان ده سووه بالليل بعد السحور. لأنه المعيون ده فيه نكهة باردة تحج بنكهة باردة نزلت في السدر. وزول يخاف من النكهة الباردة نزلت في السدر لأنه فقهاء المالكية شددوا قالوا زول لو خدت قطر في عينه قطر في نخرته في أضانه أسوت الكحل حسوا بطعم الحياة دي في الحلق تبطل الصيام. نعم. لكن بلاحظ يا شيخنا كثير من الناس الآن في الأسواق يكون المسواق في خشم طوال طول النهار. كويس ده بتاع المعجون ده سووه بالليل. أما بالنهار ممكن تسوق تدعك الفرشة في الصابون الحمام سواق بها. السواق بالعود الأراك العرق ما بطل لأنه ما بيطلع فتافيد. لكن الفرع كل ما سواق به يطلع فرافيد وتلقى زول ماشي وخشمه مليان فتافيد بتاعت المسواق. وجنبه لا ماسورة لا إبريق. لا يا أخي أنت دارت تسوق بالعود ده أقعد جنب الماسورة وجنب الإبريق السوق ومصمص خشمه وطلع الفتافيد البيجاي بيجاي. نعم. لأنه لو بلعله فتفوتة واحدة من المسواق صيامه بطل. نعم. أي يبقى نعمل حساب. أنا أحمد محمد مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي بس رضا المولانا لو سمحت. نعم تفضل. بسأل من مخالطة البنات في الجامعة في رمضان كيف؟ مخالطة البنات؟ أيوة. يعني جامعة مثلا مختلطة بنات وولاد مع طلبة مع بعض. يبقى نصيحة لشبابنا أنتوا صايمين ما تضيعوا صيامكم ممنوع الونس مع البنات جد في الجامعة. أي خالص أبقى بالدراستك. أي اهتم بعلومكم أنت البنات تقرن ولا تقروا ولما تقعدوا في القاعة ما تقعدوا جنب بعض تفرقوا من بعض وعند بيجاي ديل بيجاي ويستمعوا للأستاذ اللي بيشرح ليكم أقبلوا علومكم وخاصة في رمضان ابتعدوا من الونس مع البنات. الكلام كلام مختصر مذكرات طبعوها نعم طبعوها أدينوا نسخة أديك نسخة خلاص ثاني ما في مفاهمة في حدود معينة. أي. نعم. معنا أيضا فوزية مرحبا فوزية. ألو. عليكم السلام. عليكم السلام. مرحبا بك. بارز على الشيخ من يعني الرجال اللي بيمد يدهم على نسوانهم. الضرب يعني؟ هاي. بدنا يوضح يعني المزعلة دي للرجال. ايوه. في نهار رمضان بس ولا في كل الاوقات؟ في كل الاوقات يعني. نعم. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا في احاديث كثيرة بالنساء. منها قال عليه افضل الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث ثاني قال خياركم لنسائه. وفي حديث ثاني قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. يبقى هنا بنص الحديث الزول البهين زوجته يهينه ويزله ويضرب ضرب مبرح
موجع مؤلم ويتلفظ لها بألفاظ ما بتليق بكرامة المرأة يبقى ده معناته الرسول وصفه. نحن ما دينك نقرأ الحديث لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. وفي حديث ثاني حديث صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج شراح الحديث قالوا معنا اللهم إني أحرج معناته أنا بلحق الحرج والضرر والمعصي والذنب للزول البيهين الاثنين دين اليتيم والمرأة. يبقى لذلك ننصح الأزواج إن الزوجة دي انتخدت على كتاب الله وسنة رسوله من أهلها كان عايش مع أهلها معززة مكرمة انت كمان يا أخي أكرمة ودي أهم وليداتك أي ولما تضربها قدام الولاد الولاد في الحالة دي حينحازوا لأمهم أو إن كده يبقى في الحالة دي لا يبقى نحن نتعامل مع بعض بحسن خلق باحترام والكمال لله. أنا دايما بقول للزوج لو فتشت الدنيا دي كلها ما بتلقى للزوجة فيها كل الخصال اللي انت دايرة الكمال لله. وأقول للزوجة لو فتشت الدنيا دي كلها عشان تلقي لك زوج فيه كل الأوصاف اللي انت دايرة يستحيل الكمال لله إيدي دي ما واحد بيجاي بيجاي ما أنظر لزوجتك الجانب السمح أنظر لزوجك الجانب السمح أما الجانب ده قبل منه غادي. شكرا جزيلا شيخنا محمد أحمد حسن بالإجابة على فوزية كانت هي آخر مكالمة عبر هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يجمعنا لقاء جديد متجدد. أشكر كل زملاء العاملين في هذا البرنامج غدا وإلى اللقاء.